أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. طبعا في موضوع حلقتنا النهاردة هنكمل موضوع الحلقة اللي فاتت، هنتكلم عن الصداع، وطبعا هنتكلم عن الدوخة، وهنتكلم عن الإغماء. طبعا ممكن في بعض الأحيان إحنا ندوخ بدون أي شيء وما نعرفش السبب، نلاقي حد برضو أغمى عليه نعرفه، حد قريب مننا وما نعرفش برضو السبب وما نعرفش إزاي نتصرف معاه. في حلقة النهاردة هنعرف كل ده مع الدكتور المتميز العزيز دكتور خالد الزهيري. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد، واهلا وسهلا بالمشاهدين جميعا ان شاء الله. اهلا بحضرتك يا دكتور. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. طبعا احنا في الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن الصداع، تمام، والوقت انتهى بدون ما نكمل الحديث، تمام. وقفنا عند الصداع العنقودي والصداع الصدغي. عايزين مع بعض نبدا بالصداع العنقودي ونعرف ايه هو الصداع العنقودي. بص يا استاذ احمد، الصداع العنقودي ده عباره عن نوبات شديده من الالم التي تصيب الراس، أو هجمات مرتدة شرسة من الألم الذي يصيب الرأس، بيحدث في جانب واحد من جوانب الرأس حول حدقة العين أو في مقدمة الرأس، ويفضل ينتقل بالتدريج إلى نفس الناحية من الرأس أو إلى الرقبة. ده بياخد من المدة بتاعته بتكون من دقائق معدودة، قد تصل في بعض الأحيان إلى ساعة، ويتكرر كل يوم لمدة أسبوع أو شهر كامل، وبعد كده بياخد أجازة طويلة المدى قد تصل إلى 6 شهور إلى سنة، وبعدين يرجع يتكرر ويعيد الكرة تاني. فدي نوبة الصداع العنقودي. تمام. كل ما يخص التعريف بتاعها والمدة والتكرار بتاعها. تمام، يعني الصداع العنقودي يعني ممكن نصنفه كتصنيف صداع موسمي. صداع موسمي. يعني بيجي كل فترة وبيروح وبيجي تاني. تمام. وبيبقى في جانب واحد من الرأس. في جانب واحد من الرأس. تمام. وينتقل طبعا بالتدريج زي ما احنا وضحنا في التعريف كده. تمام. له أعراض تانية؟ في أعراض مصاحبة للصداع العنقودي، زي مثلا دموع من العين، أو إحمرار في ملتحمة العين، أو رشح شديد من الأنف، أو ضعف عام وهزل في الجسم. يعني دي الأعراض دي حتى تحس إن هي أعراض تبع للحساسية، أو أعراض نزلات البرد وكده، زي ما حضرتك وضحت إن هي موسمية. لذلك يقال إن السبب فيه هو الزيادة، يقال يعني غير متأكدين، إن السبب فيه هو الزيادة في إفراز مادة الهستامين. لذلك بنرى اللي هي بتسبب الحساسيه، اللي هي بتسبب الحساسيه واعراض الحساسيه اللي احنا وضحناها المصاحبه للصداع العنقودي دي. تمام. ده كل ما يخص يعني الاعراض المصاحبه دي. تمام. طيب الصداع العنقودي في حاجه تاني ممكن تسببه غير مثلا زياده ماده الهستامين اللي هي بتاع الحساسيه؟ هو اعراضه يعني هي اسبابه واعراضه زي ما اتفقنا كده موضحنا للمشاهدين، لكن كأسباب معينة غير النظرية اللي بتقول إن فيه زيادة في إفراز مادة الهستامين، هو ما فيش أي نظرية بتقول كده، هو معتمد على الحساسية ومعتمد على زيادة إفراز مادة الهستامين، ودي نظرية مش مسلم بيها برضه، يعني محدش عارف الحقيقة الكاملة ورا السبب إيه. تمام. طب الواحد لو هو اللي عنده الصداع ده عايز يعالجه، يعالجه إزاي؟ طالما إحنا قلنا إن هو بيكون فيه رشح شديد وإحمرار في ملتحمة العين ورشح من الأنف، يبقى يعالج السبب الأول. فهنبدأ ناخد حاجة مضادة للهستامين زي أحد الأدوية المضادة للهستامين، وهيبدأ ياخد معهم أحد أدوية محفزات مادة السيروتونين اللي بتستخدم في علاج الصداع النصفي اللي اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت. تمام. ده ما يخص العلاج. طبعا في وقت النوبة ياخد مسكن قوي للألم. لما النوبة تبدأ تزول وتروح بنبدأ ناخد حاجة بتقلل من تكرار حدوثها أو تمنع حدوث النوبة تاني من الأول، بعض احد مواد الحاصرات قنوات الكالسيوم. تمام. طيب الصداع الصدغي، تمام، عايزين نعرف ايه هو الصداع الصدغي وليه سمي بهذا الاسم، ليه سمي صداع صدغي؟ بص، هو السبب في تسميته بهذا الاسم ان هو بيحصل، يعني السبب عموما وليه سميناه بالصداع الصدغي، بيحصل التهاب شديد جدا في الاوعيه الدمويه كبيره الحجم، الاوعيه الدمويه كبيره الحجم اللي قد تصل الى الاوعيه الدمويه المخيه وإلى أجزاء منها، خصوصا الشريان الصدغي والشريان البصري. تمام. الاضطراب في الجهاز المناعي، فلذلك سمي الصداع الصدغي بهذا الاسم لأنه بتأثر نتيجة لالتهاب الشريان الصدغي. تمام. فبيكون فيه اضطراب في الجهاز المناعي، نسبة حدوثه بتكون كبيرة جدا في السيدات، تمثل نسبة 4 إلى 1 في كل 4 ستات ما يقابلهم راجل في هذا الصداع يعني. تمام. طيب الصداع الصدغي، الشخص يعرف ازاي ان هو عنده صداع صدغي، يعني مش عنقودي ولا الانواع اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، بيجي فين؟ يعني المنطقه اللي بيجي فيها بالظبط فين؟ ما انا هوضح لحضرتك ان هو الصداع الصدغي بيكون ليه اعراض. اول حاجه صداع شديد جدا. تمام. بيكون فيه الم في الفك هنا مع الاكل،
تيجي تمضغ الاكل تحس ان في الم شديد، بيكون في مشاكل في الرؤيه، بيكون في الم في عضلات الوجه عموما، بيكون في الم في فروه الراس عند الضغط عليها خصوصا. فدي المناطق دي مع اللي احنا وضحناه والاعراض، ده يدل من هذه الاعراض ان هذا هو الصداع الناتج عن التهاب الشريان الصدغي. بنبدا طبعا نعمل ليه فحوصات، اهمهم تحليل سرعه ترسيب الدم اللي هو الاي اس ار. تمام. بالاعتماد على الاعراض وان سرعه ترسيب الدم بتكون عاليه، بتكون يعني بعض الناس بتقول ان هي بتكون اعلى من 50 ملم لكل ساعه، وبيكون طبعا بنلجأ لتحليل السي ار بي وتحليل صوره دم كامله، بنلاقي السي ار بي طبعا عالي عشان ده في وجود التهاب، وطبعا بنعمل تحليل صوره دم بنلاقي ان في نسبه الهيموجلوبين بتكون قليله برضه والصفائح الدمويه بتكون عاليه. بالاعتماد على الاعراض دي وبالاعتماد على سرعه ترسيب الدم اللي هي بتكون اعلى من 50 ملي لكل ساعه، المريض طبعا بيكون متابع مع دكتور المختص بهذه الحاله، فيبدا الدكتور يشوف التحاليل ويشوف ما قالت اليه الامور ويبدا يرسله الى معمل باثولوجي عشان هيبدا ياخد عينه من الشريان الصدغي وتحليل العينه دي. تمام. يتاكد ازاي ان العينه ديت او الصداع ده ناتج عن التهاب الشريان الصدغي؟ هيكون فيه بعض وجود خلايا الالتهاب موجوده اثناء تحليل العينه زي خلايا الليمفوسايت او خلايا البلازما. فيبدا التاكيد هنا بالاعتماد على الاعراض وبالاعتماد على سرعه ترسيب الدم والى جانب الفحوصات الاخرى والاعتماد على اخذ العينه من الشريان الصدغي يتم التاكد لدينا ان هذا هو الصداع الناتج عن التهاب الشريان الصدغي. تمام. طب دي فحوصات الصداع الصدغي. آه. نفس الفحوصات في الصداع العنقودي ولا بتختلف؟ الصداع دي فحوصات خاصه بالصداع الصدغي. لان طبعا المريض لما يجي العياده او المستشفى مش هنبدا نشك فيه في الاول ان هو عنده صداع صدغي. في تحاليل وفي اشعات احنا قلناها المره اللي فاتت، هنعمل طبعا تحليل فحص دم كامل ده لو هو جاي من الاول خالص، وتحليل رسم مخ وتحليل ونعمل اشعه مقطعيه على المخ ونعمل تحاليل وظائف كبد ووظائف كلى، كل الامور اللي ممكن تقول لي ان تؤدي الى صداع. ولكن دي التحليل اللي انا قلتها دي ماشيه في سكه الصداع الايه؟ الصدغي. تمام. فالصداع العنقودي تحاليله تندرج تحت التحاليل الخاصه او الفحوصات الخاصه بالصداع بوجه عام يعني. تمام. في حته عاوز اوضح عليها ان مريض التهاب الشريان الصدغي او الصداع الناتج من التهاب الشريان الصدغي بيحتاج ان هو ياخد كورتيزون. الكورتيزون بيقلل من حدوث العمل المفاجئ في العين. يعني تمام. المريض ده ممكن يدخل في عمل، لان احنا قلنا بيأثر على الشريان البصري. تمام. فممكن المريض يدخل في عمل مفاجئ فبيلجأ ان هو ياخد كورتيزون. طب لو المريض ده حصل له عمل مفاجئ في العين، في العين دي والعين دي الاولى والثانيه، يبقى كده الكورتيزون ملوش اي قيمه. تمام. او مش هياخد كورتيزون. لكن لو حدث للمريض عمل مفاجئ في عين والعين الثانيه لا، هيبدا طبعا ياخد كورتيزون عشان يقلل من حدوث العمل المفاجئ في العين الاخرى وكده. يعني حضرتك حابب توضح ان ممكن الصداع ده يسبب عمى؟ يسبب عمى مفاجئ، ده من ضمن المضاعفات بتاعته العمى المفاجئ. تمام. طبعا. طب والعمى ده ممكن يستمر قد ايه؟ ممكن يبقى خلاص عمى مفاجئ وانتهت على كده. بسبب الصداع اللي هو الصداع الصدغي ده. الالتهاب الشديد في الشريان الصدغي ده وخلاص، يعني يستمر المريض على هذا يعني الوضع. يعني الواحد ما يستهونش بيه خالص. زي ما بعض الناس بتيجي مثلا لها شويه صداع يقول لك انا هاخد مسكن، لا الكلام لا ده خلص. لازم يتم الكشف ويعالج ويروح للطبيب المختص لعلاج هذه الحاله. وكمان اللي عاوز اقول لك عليه ووضحه للساده المشاهدين عموما، ان المريض ممكن ياخد العلاج وما يتحسنش لمده سنتين، يفضل سنتين كاملين ما فيش تحسن. يعني لازم المريض يفضل برضه متابع مع الدكتور اللي هو ايه مختص بالحاله وكده. وقد يحصل انتكاسة بعد ما المريض يسيب الايه العلاج بنسبة 50%. تمام. يعني لو هو انت حابب حضرتك تقول له ما تيأس كمل على العلاج. ما تيأس، لان حتى تحافظ على عينيك من العمى ده او التلف ده. بالظبط. لان كل يعني العلاج ده بيكون طويل المدى، بيكون يعني مش طويل في يوم المدى. وليلة. وزي ما قلنا ان في تداخل مناعي في الموضوع، فالامراض المناعية بتاخد معانا وقت طويل. تمام. طيب حضرتك اتكلمت على الكورتيزون. تمام. الكورتيزون في بعض الاحيان يعني في ناس بتقول لك انه مضر وبنسمع انه مضر، حضرتك يعني حابب توضح ان الكورتيزون اللي ياخده طبعا عن طريق اشراف الطبيب، اشراف يعني الطبيب. ما ياخدوش منه لنفسه. لا طبعا، لان خالص. الافراط فيه هيضر. يضر طبعا. تمام. أي شيء الافراط فيه وخصوصا الكورتيزون عموما، يعني كتر استخدامه او التعود على استخدامه بيؤدي الى مشاكل ومضاعفات خطيره، اشهرهم ارتفاع ضغط الدم او مرض السكر زي ما اتكلمنا قبل كده وضحنا، او مرض هشاشه العظام. ممكن يعمل التهابات مزمنه في المعده.
فاهم حضرتك؟ فلازم الكورتيزون يتم تحت اشراف طبي، ويكون الجرعه اللي المريض بياخدها تكون دقيقه جدا وتحت اشراف الطبيب. ولما المريض يحتاج ان هو يوقفه او الدكتور يوقف العلاج، مش بيوقف مره واحده، لا، في طريقه لسحب الكورتيزون واحده واحده مختص بيها الدكتور المشرف على الحاله. طيب للصداع الصدغي مضاعفات اخرى ولا لا؟ وبرضو ايه مضاعفات الصداع العنقودي؟ الصداع الصدغي له مضاعفات اهمها العمل المفاجئ، لان هو بيأثر على الشريان البصري وبيكون معاه في البدايه مشاكل في الرؤيه او تشوش الرؤيه او ازدواجيه الرؤيه. فالعمل المفاجئ هو اول مضاعف ممكن يحصل بسبب الصداع الناتج عن التهاب الشريان الصدغي. وطبعا بيكون فيه السكتات الدماغيه ويكون فيه ضعف في الاوعيه الدمويه المخيه، يعني يؤدي الى عدم انتظام الدوره الدمويه المخيه تؤدي الى السكته الدماغيه. ممكن يحصل التهاب وضعف في بعض عضلات الوجه والم حاد فيها. دي من ضمن المضاعفات اللي كانت تصيب الصداع الصدغي وكده. تمام يا دكتور. طب انا هنتقل مع حضرتك من الصداع للدوخه. تمام. لان اعتقد ان هم مرتبطين ببعض. تمام. عايزك تكلمني عن الدوخه وتعريف الدوخه الحقيقي. يعني في لها تعريف غير اللي احنا عارفينه؟ هو الدوخه يعني تعريفها زي ما الناس عارفاها بالظبط، ولكن احنا عاوزين ننسق الامور مش اكتر. تمام. هو مصطلح يستخدم للاحساس بالشعور الزائف او الخاطئ بان الانسان وما يحيط به يلف او يتحرك او يدور، وعدم القدره على الثبات او فقدان الاتزان. في هذه الحاله بيكون المريض يحس ان هو عائم او مشوش الذهن، ويقول لك انا الدنيا بتلف بيا. ده التعبير فعلا ان المريض بيدخل لك به المستشفى، يقول لك انا دكتور الدنيا بتلف بيا. فده التعريف الحقيقي للدوخه. الدوخه دي من اكثر الاسباب والاعراض انتشارا وشيوعا للذهاب لبعض المرضى للاطباء للاطمئنان على صحتهم، لان هو احساس يعني سيء جدا. تحس كده ان انت قاعد والدنيا حواليك بتلف، او انت بتلف والدنيا ثابته. فده احساس ممكن يؤدي الانسان ان هو يعني ييأس من كل شيء حواليه. تمام. والدوخه بتزيد بحاجات معينه، بتزيد بحركه الراس او الوقوف او الجلوس او الاستلقاء على الظهر. وقد تكون في بعض الأحيان برضو مصاحبة لأعراض الجهاز العصبي اللا إرادي زي الغثيان والقيء والعرق الشديد الزائد. تمام. ده تعريف الدوخة وما يخصها وكيفية الزيادة. أسبابها؟ تمام. غير اللي حضرتك قلته أن مثلا الوقوف والاسترخاء، لا، دي الحاجات اللي بتزود الدوخة أو بتزود من النوبة، بتزود من حدتها وكده، دي بتزود منها. لا، احنا عايزين نتكلم عن الأسباب الرئيسية. إيه أسبابها الرئيسية؟ تمام. وأعراضها. تمام يا فندم. يعني عايزين نعرف مع بعض. معاك الكاميرا يا باشا، اتكلم ساده المشاهدين وعرفنا. الله يبارك فيك يا استاذ احمد. بص، اسباب الدوخه كثيره جدا. هنبدا باول حاجه، الاسباب التي قد تاتي بسبب الاذن الداخليه. في منها اسباب طبيعيه زي مرض دوار البحر. الواحد يركب السفينه يحس ان هو دايخ ويبدا يرجع. ده طبيعي. في منها اللي هو دوار عند ركوب السيارات او الطائرات، ده برضو بتحصل دوخه عند ركوب وسائل المواصلات دي. في منها اسباب مرضيه في الاذن الداخليه زي التهاب الاذن الداخليه الفيروسي، وانا ما قلتش الاذن الوسطى، لان الناس بتقعد تقول لك انا كشفت ورحت للدكتور وقال لي انت عندك التهاب في الاذن الوسطى. فيا جماعه، مش الاذن الوسطى اللي بتسبب الدوخه، الاذن الداخليه هي اللي بتسبب الدوخه. طيب لسه عاوز بس اوضح لك ان الاسئله كتير والاسباب كتير وكده. ما هو عشان ناخدهم واحدة واحدة. ما انا هقول يعني ربما يحصل لبس عند البعض زي ما حضرتك بتقول. ما هقول يفرقوا حاجة ازاي ونوضح كل حاجة. التهاب الأسباب متعلقة بالأذن الداخلية زي ما اتكلمت، أسباب طبيعية، دوار البحر ودوار المواصلات. أسباب قد تكون غير طبيعية زي الالتهاب الفيروسي في الأذن الداخلية، أو مرض ماينير. المرض ماينير ده بيكون فيه دوخة وصداع وطنين في الأذن. دي أسباب متعلقة بالأذن الداخلية. تمام. في اسباب متعلقه بالاعصاب الحسيه الطرفيه زي مثلا الامراض التي قد تصيب زاويه المخيخ زي تورم العصب السمعي الكاذب او التهاب العصب الدهليزي. في اسباب متعلقه بجذع الدماغ زي مثلا كسور الشريان القاعدي او مرض انسداد الشريان المخيخي السفلي الخلفي او مرض التصلب المتعدد او مرض التهاب المخ الفيروسي. من ضمن اسباب الدوخه في امراض متعلقه بالمخ نفسه. ودي معظم الامراض اللي بتعمل تورم او بتعمل ارتفاع في ضغط المخ،
زي ما قلنا قبل كده ان ورم المخ او خراج المخ او نزيف المخ بيؤدي الى ارتفاع ضغط المخ وبالتالي يؤدي الى حدوث الدوخه والدوران. في اسباب متعلقه بالعامل النفسي ودي بنشوفها كتير جدا. يبقى المريض داخل في حاله من الاكتئاب والعصبيه والتوتر وكده وفجاه يحس بدوخه او يدخل في مود اكتئاب حاد، وطبعا ده بيحتاج يروح لدكتور نفسي عشان ياخد علاج الاكتئاب لان هو كده كده مش هيرتاح غير لما ياخد علاج الاكتئاب ده ويتابع مع دكتور نفسي. في متلازمه مشهوره جدا ودي الاكثر شيوعا والاكثر شهره وهي يعني لهاش اي خطوره ولا اي حاجه، لكن هي لما تيجي بنخاف منها شويه، المريض بيبقى خايف من على نفسه منها، تسمى دوار الوضعيه الانتيابي الحميد. دي بيحدث احساس قوي جدا بالدوخه او الدوران وبتكون قصيره المدى وبتزيد ازاي؟ الانسان يبقى قاعد فجاه يحصل حركه سريعه ومتغيره لحركه الراس فيحس ان هو دخل في دوران او دوخه بسرعه. تمام؟ ودي قصيره المدى قد تصل الى 30 ثانيه بس، ما بتزيدش عن كده. قد تكون من غير اسباب او قد تكون بسبب امراض الاذن الداخليه. وفي بعض الاحيان بتكون مصاحبه لامراض الرؤيه والابصار زي مرض رقرقه العين اللي هو اسمه النستجمس. تمام؟ دي كل الاسباب التي قد تخص الدوخه. المرضيه والطبيعيه. المرضيه والطبيعيه. في بقى اسباب للدوخه المتكرره. ودي اللي اول حاجه لما المريض يروح المستشفى لازم يتم التشييك عليها كويس جدا. اول حاجه انخفاض ضغط الدم يؤدي الى دوخه شديده. انخفاض السكر في الدم يؤدي الى دوخه شديده. انخفاض معدل الانيميا ونقص معدلات الحديد في الدم تؤدي الى دوخه برضه. نقص الاكسجين في الدم، التسمم باول اكسيد الكربون او الجفاف الحاد وارتفاع الحاد في درجه الحراره، دي من ضمن الاسباب اللي بتعمل دوخه متكرره وكده. تمام. يعني لها اسباب عديده جدا. اسباب عديده منها جدا الطبيه ومنها الطبيعيه، والموضوع بيتم بقى على حسب اذا كان الموضوع فيه خطوره ولا لا. حسب تشخيص الطبيب. وفي عوامل للخطوره طبعا. اكيد هنتكلم في كل حاجه. بس قبل ما ندخل على عوامل الخطوره عايز حضرتك زي ما حضرتك اتكلمت ان في اسباب ممكن تزود من الدوخه، هل في اسباب ثانيه ممكن تقي الشخص وتساعده على الاتزان وما يبقاش في دوخه؟ بص، هو الانسان سبحان الله سبحانه وتعالى عامل نظام حسي او جهاز حسي في جسم كل انسان. هو المسؤول عن الإحساس بالاتزان والتوازن ده. فالإنسان بيحس بالتوازن إزاي؟ بالاعتماد على التنظيم المجمل في مختلف أجزاء النظام الحسي. عندك العين مثلا، العين وظيفتها إن هي بتحدد مكان الجسم في المحيط الذي يتواجد فيه وكيفية حركة الجسم، ده وظيفة العين في الاتزان. عندك الأعصاب الحسية وظيفتها إن هي بترسل رسائل إلى العقل حول حركة الجسم وموقعه، دي رسائل حسية تبع الجهاز الحسي برضه. في الأذن الداخلية زي ما اتكلمنا، الأذن الداخلية تضم أجهزة استشعار تساعد على استكشاف الجاذبية والحركة ذهابا وإيابا. فبينتج الدوران أو الدوخة إزاي بقى؟ إحنا قلنا في التعريف إن هو مصطلح خاطئ أو مزيف، إحساس خاطئ أو مزيف للشعور بالدوران أو الدوخة. فإذا كان الإنسان مخه بيستقبل معلومات من الأذن الداخلية أن المحيط الذي يتواجد فيه أو أن جسم الإنسان نفسه يتحرك أو يدور، والأعصاب الحسية والعين بتبلغ المخ بأخبار مختلفة تماما عن الأذن الداخلية بتبلغه بيه. فالمخ هيعمل إيه وهو المسؤول عن تنظيم القاعدة دي كلها؟ يبدأ يحل الالتباس فيعمل إيه؟ يبدأ الإنسان يحس أنه هو بيدور أو ما حواليه هو اللي بيدور. ده عمل من العقل اللي فك هذا الالتباس، لأن يعني بيكون في تدخلات كتير جدا، يعني زي عملية معقدة. هو عملية معقدة المخ هو اللي بيحل، زي التليفون لما يحصل فيه ايرور كده أو يهن فيبدأ المخ يعمل يحل الالتباس ازاي ان الإنسان يحصل عنده ايرور كده. تمام. عوامل الخطورة بقى. تمام. هل الدوخة خطيرة ولا لأ؟ وإمتى الدوخة تكون خطيرة؟ يعني أكيد في بعض الأحيان بيكون أمر عادي وممكن يمر بسلام. تمام. وممكن يكون خطير جدا. إيه المؤشرات اللي تبين للمريض ان انت كده في خطوره؟ صح. لازم تروح تكشف. لازم تروح للطبيب. تمام. ايه هي المؤشرات؟ اول حاجه يحصل له صداع شديد مفاجئ. المريض يحس ان في صداع شديد مفاجئ حصل له، يحس بالم في الصدر، ضيق حاد في التنفس. شوف يعني احنا مرتبينها اهو، ضيق حاد في التنفس، تنميل وضعف عام في عضلات الجسم وخصوصا تنميل الاطراف. يحس ان هو يدخل في اغماء. المريض يكون عنده عدم انتظام في ضربات القلب، كهرباء القلب عموما. يكون معاه قيء مستمر.
المريض يكون عنده ازدواجية في الرؤية أو مشوش الرؤية والذهن، يحصل عنده ارتباك وتداخل في الكلام، يكون عنده تعثر وصعوبة في المشي، يحصل عنده فجأة اختلال في النظام السمعي، مش سامع كويس أو حس إن ودنه اتقفل. دي عوامل أو العلامات التي تدل على خطورة الدخن. تمام. يجب فورا التوجه للمستشفى أو للطبيب لاستكشاف الحالة وعمل اللازم دي. طيب دي عوامل الخطورة. تمام. إيه أكتر الأمراض يعني دلوقتي هو لقى العوامل دي موجودة؟ إيه ممكن الأمراض اللي تكون خطيرة جدا مسببة الدوخة دي اللي تكون عند الشخص؟ تمام. احنا اتكلمنا قلنا ان يمكن يكون لو هنجيبها واحده واحده، مثلا نجيبها واحده واحده مع بعض، صداع شديد احتمال يكون في نزيف في المخ حصل، تمام، او احتمال يكون هو مثلا كان مخبوط قبل كده وحصل تجمع دموي، او يكون ده مؤشر لمرض الايه ورم المخ. تمام. لو حصل الم في الصدر، الم شديد في الصدر، ممكن يكون مؤشر للذبحة الصدرية الغير مستقرة أو المستقرة أو جلطة في القلب. لو حصل ضيق حد في التنفس، ممكن يكون التهاب رئوي أو ممكن يكون تجلط في الرئة. مثلا لو حصل ضعف عام وتنميل في الأطارف، ممكن يكون الأضرالة جلطة في أحد الأماكن يعني. لو حصل مثلا معاه قيء مستمر وإغماء زي ما تكلمنا، ممكن يبقى ورم في المخ لا قدر الله. لو اختلال في السمع مفاجئ، ممكن يحصل يكون فيه اي مشاكل في الاذن الداخليه او النظام السمعي بالكامل. فدي تمام. كل الاعراض اللي لو حصل مثلا ارتباك وتعثر وتداخل الكلام، والكلام ده ممكن تكون دي حاله نفسيه وممكن يكون حاله مرضيه برضو بيتم استكشافها حسب الطبيب المختص. بخصوص الحاله النفسيه، يعني انت حضرتك قلت ان ممكن الدوخه بسبب الاكتئاب ما تتعالجش غير انك انت لازم تروح لدكتور نفساني. تمام. طبعا يعني في مشاكل كتير جدا ممكن تحصل عند بعض الناس، وممكن في ناس كتير جدا تخش في مشاكل نفسيه وتخش في اكتئاب وتخش في اشياء كتيره جدا، بس في نقطه غلط هنا، ان يقول لك ايه، لا انا مش هروح لطبيب نفساني. انا مش مجنون عشان ما اروحش ايه لطبيب نفساني. مع ان المفروض العلم اتطور، والمفروض أكيد. دلوقتي الناس بقى عندهم وعي وثقافه اكتر من الاول. المرض النفسي ده لا يختلف اي شيء عن المرض العضوي، وكمان هو اهم من المرض العضوي طبعا. فانت الناس دي تحب تقول لهم ايه؟ يعني احب اقول لكل الناس اللي هم مثلا يتعرضوا في حياتهم لبعض الضغوط او بعض التغير في الحاله الحياتيه بالعموم، ودخلوا في اكتئاب او في دور قلق ونوبات من الهلع يعني والوسواس القهري والكلام ده، ان كل شيء الله سبحانه وتعالى مقدره بقدر، وان هم لما يتوجهوا للدكتور المختص او الطبيب المختص بالحاله بتاعتهم، سواء كان نفسي او كان عضوي على حسب ما بيحسوا بالاعراض، فده شيء لا غبار عليه، وشيء طبعا ما فيش حد ممكن ينكره عليه ابدا، ينكر عليهم ان هم راحوا لدكتور نفسي. بالعكس، احنا دلوقتي عندنا تخصص الطب اسمه النفسيه. تمام. يعني هو المختص بالحالات التي تشتغل على العامل النفسي. ايوه. وكمان تحديدا حضرتك، اسف لو قطعت حضرتك، فاغلب الحلقات اللي احنا اتكلمنا فيها الحلقات اللي فاتت، الضغط، السكر، الذبحه الصدريه، كل من هو متعلق بالعامل النفسي، الشيء النفسي. كان معايا مثلا اطباء تانيين، نتكلم مثلا عن الهرمونات، نتكلم عن اشياء كتير جدا، كل حاجه اولها النفسيه. طبعا. فانت روح للطبيب النفسي طبعًا. ما تقولش مثلا انا لا رايح لدكتور نفسي انا مش مجنون، لا. صحيح. الكلام ده انتهى من زمان. اكشف وما تتحركش، لانك انت ما فيهاش احراج نفسك خالص. لما روحتش انت ما فيش احراج، انت مريض ورايح تتعالج. تمام. ما فيش اي احراج في المساله دي خالص نهائي. تمام يا دكتور. عشان ما نخرجش من موضوعنا بقى، ندخل ارتباط الدوخة بالإغماء. عايز حضرتك تقول لي في ارتباط للدوخة مع الإغماء ولا لا؟ يعني ممكن الدوخة تسبب إغماء؟ بص، احنا قلنا ان الدوخة ده بيكون مصطلح او احساس بالدوران او التحرك بالجسم او ما يحيط به، وقلنا في التعريف ان بيكون فيها شيء من فقدان السيطرة او عدم الثبات، زي المريض ما بيقول لك حاسس ان انا عايم او مشوش الذهن. ففي الحالة دي لو المريض مثلا دخل في دوخة كبيرة جدا أو دوران شديد، بيبدأ يحس شيئا فشيئا إن هو جسمه بيهبط. في بعض المرضى، مش كل المرضى عموما يعني، يبدأ يحس إن جسمه بيهبط. تمام. وفي بعض الأحيان قد يدخل في إغماء رحمة من الله سبحانه وتعالى، عشان الإحساس ده قوي جدا وقاتل. وقد يكون السبب في هذا الإغماء هو الخوف الشديد الذي حدث،
وبعد كده يدخل في حاجة اسمها إغماء وعائي مبهمي بسبب العصب المخي العاشر، بيعمل إصابة، وده هتكلم فيه في سبب الإغماء عموما، بيعمل إثارة شديدة للعصب المخي العاشر، فيبدأ يقل معدل الضغط، تبدأ تقل ضربات القلب، يبدأ الإنسان يدخل في إغماء وعرق شديد جدا. فده ارتباط الدوخة بالإغماء. ممكن الإغماء يكون مرتبط بالدوخة، فأنت ممكن المريض يجي لك يغمى عليه فيفوق وكده، لأن الإغماء ده بتبقى حالة مؤقتة لثواني أو دقائق معدودة، مش هتزيد عن كده يعني. المريض يفوق تقول له أنت حسيت بإيه قبل ما يغمى عليك؟ يقول لك أنا حسيت إن أنا دايخ والدنيا بتلف بيا والدنيا سودة في وشي ومش شايف قدامي. فده فعلا ارتباط الدوخة بالإغماء، يعني مرتبطين ببعض، مرتبطين ببعض، وفي ارتباط قوي بينهم قد يحدث بين ده وده، إن هو ممكن يكون فيه نقص في كمية الدم المتدفق للأوعية الدموية المخية، فيبدأ يحصل دوخة مع إغماء أو إغماء مع دوخة. تمام. طيب يا دكتور، اللي هو أغمى عليه تمام، يتصرف إزاي؟ يعني لو حد حواليه يعني يتصرف إزاي مثلا لو هو حابب يفوقه؟ أول حاجة احنا عارفين إن الإغماء ده هيكون شيء مؤقت وهيروح لحاله إن شاء الله بإذن الله. يبدأ يبعده عن الطريق لو هو في الطريق، دي أول حاجة عشان لا قدر الله ما يعملش حادثة أو أي حاجة من الحاجات دي. يبدأ إن هو ينام خالص على ظهره ويرفع رجليه لفوق عشان يزود من كمية الدم المتدفق للأوعية الدموية المخية. فهو لو فاق خلاص تبقى دي نوبة إغماء وهيروح، بس لازم يتابع عشان يعرف سببها وهل هي طبيعية أو غير طبيعية. تمام. لو ما فاقش لازم طبعا يتوجه بيه إلى المستشفى، يتم فيه تحاليل معينة وفحوصات، والمريض بيدخل في موضوع كبير تاني غير الإغماء خالص يعني. تمام. طيب له أسباب، إيه أسباب الإغماء غير الدوخة؟ يعني إحنا اتكلمنا عن الدوخة، إيه أسباب التانية غير الدوخة؟ في زي ما اتكلمنا أسباب متعلقة بالأوعية، في إغماء وعائي مبهمي تمام، زي ما اتكلمنا وقلنا إن اسمها الفازو فيجال أتاك أو النيروجينيك سينكوب. بيحدث إيه بقى؟ إن بيحدث إثارة للعصب المخي العاشر، فبتدي إشارات للقلب، يبدأ يحصل فيه هبوط في ضربات القلب وهبوط في الضغط وعرق شديد وإغماء. دي بتكون بتحدث مع الخوف الشديد أو الألم الشديد جدا أو عند حدوث الحوادث، لو واحد تعرض لحادثة شديدة يبدأ يدخل في النوبة دي، أو لو واحد خايف جامد يبدأ يغمى عليه وكده. في حاجة اسمها يعني فرط التحسس للجيب السباتي الرقبة. تمام. هنا موجود هنا في الرقبة، هنا في عند بعض المرضى يجي يحلق يضغط عليه هنا، تدي إشارات للقلب يقلل كمية الدم المتدفق من القلب الأوعية الدموية، يبدأ يغمى عليه. دي حالة غير نادرة يعني، حالة نادرة أقصد. في أسباب متعلقة بالقلب زي مرض ضيق السمام الأورطي، أو مرض فشل القلب الحاد، أو مرض عدم انتظام كهرباء القلب. تمام. في حالة مرضية تسمى آدم ستوك سينكوب، مريض قلب يجي يبقى قاعد كده زي ما احنا قاعدين، ينام على الجنب اليمين أو ينام على الجنب الشمال، يدخل في إغماء. فدي أسباب متعلقة بالقلب. تمام. برضه في أسباب متعلقة بكمية الأكسجين، وخصوصا لو كان الأكسجين كميته قليلة زي مرض الأنيميا الحاد أو متلازمة فالت الرباعية، وده عيب خلقي بيحدث في القلب وكده. في أسباب متعلقة بالمخ زي اضطراب الدورة الدموية المخية، وخصوصا كسور الشريان القاعدي، ويبدأ يحصل إن كمية الدم المتدفق للأوعية الدموية المخية تقل، فيبدأ يحصل الإغماء ده. في أسباب متعلقة بوضع الجسم، إحنا عندنا الإنسان الطبيعي لما بيكون قاعد ويجي يقف، في حاجة اسمها العصب السمبساوي، يدي إشارة إلى الأوعية الدموية في الساق إن هي تنقبض جزءا فجزءا يعني، عشان تقلل كمية الدم المتدفق من فوق إلى تحت. تمام يا دكتور. ده بخصوص الإغماء. لسه أنا عاوز أكمل لك، دي مهمة جدا. اتفضل. معلش أقطع حضرتك يعني. فالدم يبدأ يقل من الرجل أو الرجل أو الساق عموما، ما تحتاجش الدم كتير، فيبدأ يتوفر دم للإيه؟ للمخ. ده حال الإنسان لما يبقى قاعد ويجي يقف. في بعض الناس بقى بيحصل عندهم اضطراب في العملية دي، بيجي يقف الدم كله يروح نازل في الرجل، يجي الضغط يهبط مرة واحدة يغمى عليه. دي بتحدث مع مين بقى؟ في مرضى اللي هي الكسور الأعصاب الطرفية، في مرضى السكر أو دوالي الساقين الكبيرة، أو ضعف عام في عضلات الساق، أو التقدم في السن، مرض التقدم في السن، أو بعض الأدوية التي قد تساعد على انبساط الأوعية الدموية، أو نقص السوائل في الجسم بشكل عام، أو نقص كمية الصوديوم في الجسم.
دي معظم الامراض التي الحاجات اللي بتعمل ايه الاغماء المتعلق بالوضع. في اغماء متعلق بالموقف عشان يبقى كده خلصنا، بس ده مش مشهور. الاغماء ده مريض يجي يكح يعني يغمى عليه، مريض يجي يتبول يغمى عليه، مريض يجي يتبرز يغمى عليه، نتيجه لنقص العائد الوريدي اللي من الجسم وكده، فتبدا تقل كميه الدم الناتج من القلب، فتبدا تقل طيب كميه الدم يا المتدخل كميه الدم ليوصل المخ، فيبدا المريض يغمى عليه. ودي بتحصل في الناس الكبيره في السن اللي عندهم مشاكل، مش مع كل الناس، ودي حاله غير مشهوره. له خطوره يا دكتور سريعا، عشان على فكره وقت الحلقه انتهى من بدري. ولكن اداره القناه يعني تشكر، بنشكرهم جدا لانهم مدوا الوقت يعني من بسبب يعني المعلومات القيمه دي. ربنا يبارك في حضرتك. فهل له خطوره ولا سريعا؟ الاغماء طبعا له خطوره جدا. ما قبل الاغماء لو هو حاسس ان هو عنده صداع شديد او الم في الصدر زي ما وضحنا، او تعرق زياده، لو في اثناء الاغماء، انا بقولهم سريعا كده، تمام، اثناء الاغماء لو حس بتشنجات او حس ان هو بيتبول او يتبرز على نفسه، او عدم انتظام في خرابي القلب، بعد الاغماء لو حس ان هو مرتبك ومش بيتكلم كويس، او في تعثر في الكلام. ماشي، اتفضل، المايك مع حضرتك استاذ. تسلم يا دكتور، طبعا معلومات حضرتك قيمه. ربنا وان شاء الله نكمل الحلقه الجايه، بس عشان خاطر الوقت وكده وهم مدوا الوقت. وبشكر حضرتك جدا يا دكتور، وطبعا في الختام انا بشكر قناه الصحه والجمال وكل القائمين عليها. بشكر طبعا الاستاذ المخرج المتميز جدا الاستاذ وليد عماره، وبشكر الاستاذ محمد ملكي، وبشكر الاستاذ نصر الشاهد، وبشكر الاستاذ جمال عبد العظيم، وبشكر الاستاذ احمد عزت، وبشكر كل القائمين على القناه، وبشكر الاستاذ تامر عبد المجيد. يعني القناه متعاونه وحاجه جميله وحاجه مشرفه، وانا بشكركم جميعا. وخايف اكون نسيت اسم حد، بس عشان ايه الوقت وكده الواحد سريعا. وبرضه حابب ان انا اتقدم بخالص التهاني للشيخ عادل ابو الفتوح الزهيري لحصول ابنه عبد الرحمن عادل الزهيري على المركز الاول في على منطقه الاسكندريه على الشهاده الابتدائيه الازهريه على الشهاده الابتدائيه. وايضا حابب ان انا هني يعني الاعلام الصغير مذيع راديو اور محمد عمر عمار على تفوقه في الشهاده الاعداديه. هو شاب مجتهد، ربنا يوفقك واتمنى لك التوفيق. وحابب برضو اهني حبيبي الغالي يعني ابن الغالي الاستاذ علاء ماهر، شاب طموح وشاب مجتهد ومطرب متميز جدا، على اغنيته الجديده اللي هي يعني اغنيته الجديده اللي هي أراجوز بعد نجاح اغنيه مراجيح، ابن الفنان ياسر علي ماهر. اتمنى لك التوفيق واتمنى لك النجاح، واشكركم جدا، واتمنى الحلقه تكون عجبتكم. انتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمه من برنامج حلم حياه.